التسويق لحرية المعتقد وفق الطرح العلماني يبيئ للإلحاد في المجتمع؟ نعم، حرية المعتقد هذا الموضوع يحتاج شيئا من التفصيل في الواقع. كيف الإطار هذا؟ نعم، في الواقع، لأنه حينما نسمع لهؤلاء من ينادون بحرية المعتقد، في حقيقة الأمر في لسان حالهم وقالهم تجدهم يريدون نوعا خاصا من الحرية، الحرية التي تمكنه من الاستهزاء بالدين، من سب من الاستهزاء بالمقدسات، سب الذات الإلهية أو الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقط ليس إن الأمر منحصر في ما يعتقده هم في خاصة أنفسهم، بل يرفعون صوتهم بذلك ويسبون ويستهزئون، فهذا عندهم معنى حرية المعتقد. لو كان الأمر يعني كذلك لا قد تسعهم يعني قول الله عز وجل إكراه في الدين، وبالتالي فهؤلاء يعني هذه الفئة من تنادي بحرية المعتقد وتمارسه بهذا الشكل، فسواء عند علماء قديما أو حديثا مجمع على ردتهم وعلى عقابهم. إن الذين يستهزئون بالدين أو الذين يحاربون الإسلام، ففضلا على كونهم اختاروا طريقة غير طريق الإسلام، غير طريق الإيمان، فهم محاربو أو يحاربون الإسلام، وبالتالي فهذا النوع من الإلحاد ومن الاختيار عقيدة غير عقيدة الإسلام، هذا النوع مجمع على عقابه ومعاقبته. مسألة الردة دكتور رشيد، لو توضح قليلا للمتابعين، لأن كثير من الناس ما كيسموا الإلحاد الردة، يعني يلصقون بعض الأحكام التي تطبق على المرتد. من هو المكلف بتطبيق هذه الأحكام؟ فيما يتعلق نعم أو من حيث الحكم، فكل من يعني وقع في ناقد من نواقض الإيمان فقد ارتد عن دين الإسلام. أما من يطبق الحكم فهذه لفئة خاصة، وهي فئة القضاء. فالقضاء هو المخول شرعا وواقعا على أن يبت في هذه المسائل الأفراد. نعم، الأفراد. ثم العلماء حتى إن تكلموا عن الموضوع فهم يتكلمون على مستوى المطلق لا المعين، يعني الردة من حيث يعني الإطلاق، يقول من قال كذا فهو قد كفر ومن قال كذا فهو قد كفر. أما فيما يتعلق بالتعيين فلا بد من إثبات الشروط. يعني التعيين هو فلان، هو فلان يعني نعم، هذا السيد فلان مثلا قد كفر قال هذه الكلمة. هذه مثلا مثل شي مثال إنسان يعني سب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر يعني في حد ذاته الفعل. نعم، الفعل كفر في حد ذاته وردة في حد ذاتها، ولكن من سوف يحكم على ذلك الشخص الذي صدر منه هذا السباب فهو عالم وقاض مؤهل، لأنه لا بد النظر من إثبات الشروط وانتفاء الموانع. ما أقصد بإثبات الشروط؟ هل كان يعني عالما بما يقول؟ هل كان قاصد لما يقول؟ هل ليس له بعض المؤثرات التي أدبت بعقله فتلفظ بما لا ينبغي أن يقول؟ إذن أشياء هناك ولا يمكن أن يفعل هذا إلا القاضي الذي هو مؤهل لهذا الموضوع.